اليوم 7 فبراير هذا مكتبة السادة أحمد السليمان المرحوم الرومي. أنا اليوم جاي أسدد اشتراكي في النادي العربي، وموجود أيضا إخوان في الهيئة موجودين ما قصروا، فأقول لهم بديش أسدد الالتزام اللي علي، يقولوا لي ممنوع الدخول. أنا ممنوع الدخول أدخل في المكان اللي أشوفه جزء من تاريخي ومن تاريخ حياتي ومن عطائي للنادي العربي. ما ألوم الإخوان اللي موجودين على السكرتارية، لكن يمنعوني أني أنا أدخل عشان أسدد وأعرف شنو اللي لي واللي علي كسداد اشتراك. كم هو مؤسف بأن النادي العربي أصبح مثل المعتقل. تحياتي لكم، هذا النادي العربي. شكرا. يعني مع الأسف انتشر مقطع قبل شوية من أخونا عبد الرضا عباس، لاعب نادي العربي سابق، عضو مجلس إدارة سابق، عضو الهيئة حالي، كان اللي نشر مع الأسف. يعني أنا بودي أعقب عليه شوية أنه مو صحيح ما طلع من لسان أخونا عبد الرضا عباس، ابدا مو صحيح اللي صار. يا بكل احترام استقبلناه، بكل احترام وريناه، اخونا عبد الرضا عباس ما جدد العام، فبالتالي اللي ما جدد تسقط عضويته. يعني هذا ذنبك مو ذنبي انا، وريناك ان انت كنت مجدد قبل لفتره السنه اللي فاتت، والسنه اللي انتهت في او فتره التجديد اللي انتهت في 6/1 انت ما تقدمت يا ابو عبد الله عشان تجدد عضويتك، فبالتالي هذه خطاك مو خطانا احنا عشان نتحمله. وجيت وقلت لك تبي تسجل جديد او تبي تروح بالطرق الثانيه، انت اقترحت انك تروح هيئه التحكيم، الامر لك، تبي تروح هيئه التحكيم، تبي تروح الهيئه العامه للرياضه، هذا كله راجع لك انت. ولكن مو صحيح انك تنشر فيديو وتقول ما استقبلوك او ما خلوك تدش. نعم انت دشيت ووروك كل الاوراق ان انت مجدد الفتره اللي انتهت، والفتره الحديثه اللي تنتهي في 6/1 ما يتجدد، وانت كلمتني وقلت لي اني انا كنت برا الكويت، وهذه مشكلتك يا ابو صقر مو مشكلتنا احنا. وبالتالي بس انا احب للتنويه ابين ان الفيديو اللي حضرتك نشرته بعيد عن الواقع. بالنسبه للاستفسار عن تجديد العضويه والتسجيل الجديد، نعم حسب كتاب الاخوان بالهيئه العامه للرياضه بلشنا من 1/2، التسجيل راح يكون والتجديد راح يكون خلال شهر فبراير كله وشهر مارس حتى نهايه شهر مارس القادم. اللي مكمل 18 سنه يبي يسجل حياه الله، واللي بيجدد هم حياه الله.